السلام عليكم. دلوقتي معانا الجزء الثاني من المسلز اوف ذا ارم. عندنا عضلتين مهمين جدا، العضله الاولى اللي احنا بنقول عليها البراكياليز، والعضله الثانيه اللي احنا بنقول عليها الكوراكو براكياليز. بص كده، نرسم نفس الرسمه الطبيعيه اللي احنا بنرسمها على طول. كريكويد بروسيس، جلينويد كافيتي، الهيدوفيومرس، اللور اند اوف الشافت، تروكليا، كابيتلم، الما، وريديس. كويس، تعالوا نشوف العضلة الأولى اسمها كوراكو براكيالس. اسمها ايه؟ اسمها كوراكو، يبقى لها علاقة بالكروكويد بروسيس، وبراكيالز يعني رايحة للأرم. كوراكو براكيالس طالعة منين؟ طالعة من التيب اوف كريكويد بروسيس. لسه واخدين العضلة دلوقتي حالا، طالعة من التيب اوف كريكويد بروسيس، الشورت هيد بتاعت البايسبس بريكاي، طالعه من الكريكويد بروسيس. يبقى دلوقتي في عضلتين بيطلعوا من التيب اوف كريكويد بروسيس، الشورت هيد اوف بايسبس بريكاي والكراكو بريكيس. كانت في عضله بتدي انسرشن هناك، البيكتوراليز ماينور في الكريكويد بروسيس برضه. طيب بالنسبه ده بالنسبه للاوريجن، طب الانسرشن بتاعها فين؟ ده نص الشافت اوف هيومرس على الميديال سايد، ده منطقه الانسرشن بتاعها. بتدي الانسرشن في الميدل اوف ميديال بوردر اوف ذا شافت اوف هيومرس. العضله تمشي بالشكل ده كده. دي العضله بتاعتنا اللي اسمها الكوراكو براكيليس. طيب بالنسبه للعضله الثانيه، انا هسيب الاكشن بتاعها دلوقتي بعد ما اخد العضله الثانيه، وكذلك النيرف سبلاي بعد ما اخد العضله الثانيه اللي اسمها البراكيليس مصر. البراكيلز موصل بتطلع الاوريجين بتاعها منين؟ بص كده، ده اللور بارت اوف ذا شافت اوف ذا هيومرس، الانتيرير سيرفيس بتاعه، ده الاوريجين بتاع العضله بتاعتها، اللور بارت اوف انتيرير سيرفيس اوف ذا شافت اوف هيومرس. طب الانسرشن بتاعها، فاكرين لما كنا بنتكلم على الالنا، كنا بنقول ان الالنا فروم ذا سايد بتاعها كده، كنا بنقول على دي كورو نويد، كنا بنقول على دي بولي كرينون. يبقى انا لما اجي ابص عليها من قدام، الحته دي اسمها ايه؟ هي دي الكورونويد بروسيس، الحته اللي قدام دي هو ده موضع الانسرشن بتاعها. بص كده، العضله هتبقى انسرتد ازاي؟ دي العضلة بتاعتنا اللي اسمها البراكيالز مصر، موضوعة بالشكل ده كده. الأوريجين من اللور هاف اوف انتيريور سيرفيس اوف ذا شافت اوف هيومرس، الانسيرشن بتاعها في الانتيريور سيرفيس بتاع الكورونويد بروسيس. اسم العضلة براكيالز. طيب نبص كده على الأكشن بتاعهم، الاكشن بتاع العضلتين دول. الكوراكو براكيالز معديه على اي شولدر؟ على اي جوينت؟ الشولدر جوينت، تعمل فليكشن للشولدر جوينت بالشكل ده كده، ده الجوينت اهو، لما تنقبض العضله تطلع الهيومرس قدام البادي، فتعمل لك فليكشن للشولدر جوينت. طب لو انا الهيومرس بتاعتي بعيده بالشكل ده كده، مش ممكن تشدها تجيبها لي ميديالي كده، تشد الهيومرس ناحيه البادي، تعمل اد دكشن للهيومرس. بس عايز اقول برضو ان الاكشن بتاع الكوراكو براكيالز دي عضله ضعيفه، فمهما كان الاكشن بتاعها هتعمل ويك فليكشن وويك اب ويك ادكشن. كويس،
طب بالنسبة للعضلة التانية اللي عندنا اللي اسمها البراكياليز ماسل، هي البراكياليز معدية فين؟ معدية على الالبو جوينت، المنطقة دي كده، ده الالبو جوينت. فلما تعمل فليكشن، تعمل فليكشن للالبو جوينت، تحرك الريديوس والالنا ناحية الهيومرس، تبقى كده عملت فليكشن للالبو جوينت. طب بالنسبة للنيرف سبلاي بتاع الاتنين، لو انتوا فاكرين لما كنا بنتكلم على البايسبس كنا بنقول ان النيرف سبلاي بتاعها الماسكيولو كوتينيس، خد بقى معاك الكوراكو براكياليز النيرف سبلاي بتاعها برضو الماسكلو كيوتينيوس، البراكياليز بتاخد دبل نيرف سبلاي، واحد بتاخد منه من الماسكلو كوتينيوس والتاني بتاخد من نيرف احنا قلناه قبل كده اسمه عدى علينا اسمه الراديال نيرف. كويس، هناخد هنذكر الراديال نيرف ده بالتفصيل كأجزاء، انا بس عايز انوه على حته معينه كده. احنا خدنا دلوقتي عده عضلات بياخدوا دبل نيرف سبلاي، يعني بياخدوا من نيرفين. الاولى كانت البكتوراليز ميجور، لو انتوا فاكرين البكتوراليز ميجور كانت بتاخد من الميديال واللاترال بكتورال نيرفز. تاني واحده قابلناها كانت عضله اسمها السب سكابيولاريز، كانت بتاخد منين؟ من الابر واللور سبسكابولار نيرف. تالت عضلة قابلناها المرة اللي فاتت العضلة اللي كان اسمها الترابيزيس، والترابيزيس كان لها نيرف موتور وكان لها نيرف بروبريو سيبتيف، لو انتوا فاكرين لما قلنا بتاخد من السنسوري او السباينال روت اوف اكسسوري نيرف، وبتاخد ده كبارت وبتاخد من السيرفايكال من السيرفايكال نيرفز. وقلنا العضلة الرابعة هي اللي احنا بنقابلها دلوقتي اللي اسمها البراكياليز مصل، دول عضلات بنقول عليهم لهم ديوال يعني اتنين انيرفيشن، يعني عضلات لها دبل نيرف سبلاي. كويس، في الرسمة دي معلش انا عايز ازود حاجة كده، عاوز احط البايسبس هنا عشان يبقى احنا ايه عرفنا كده البايسبس هيبقى وضعها ازاي. دي الشورت هيد بتاعت البايسبس يمشي كده، اللونج هيد تخرج وتلف الدوران بتاعها العادي بالشكل ده. يتحد اللونج هيد بالشورت هيد، بعد كده البايسبس، ادي البايسبس تلتين، دي العضله اللي اسمها البايسبس بريكيو، عدت على جزء من الكوراكو براكياليز وغطت البراكياليز تحتها. كويس كده، يبقى احنا خلصنا كل العضلات اللي موجوده عندنا في الانتيرو كومبارتمنت. ان شاء الله ناخد العضله الوحيده اللي موجوده في البوستيرو كومبارتمنت، يبقى احنا كده خلصنا العضلات اللي موجوده في الارض. اشوفكم بخير.